النهارده ضد الانقلاب العسكري انه لا يصح الا الصحيح، مبني على باطل فهو باطل، واحنا كلنا المصريين ضد الانقلاب. اغمي انفي العلمانيه، الشرعيه اللي انا انتخبتها في اول رئيس مدني منتخب منذ الاف السنين، وفي ثانيه لقيت صوتي راح والرئيس اللي انا انتخبته راح، فلازم عشان انا بنزين. احنا نازلين النهارده مليونيه شهداء الانقلاب الدموي، شهداء الانقلاب الدموي، نحن نتقدم الشعب المصري لنثبت ان هذا انقلاب عسكري دموي جاء لينتقم من ثوره 25 يناير، ليس من الرئيس مرسي فحسب، ليس من الدستور فحسب، ليس من مجلس الشورى فحسب، بل انما من كل ما قرره وقررته الاراده الشعبيه. ونحن في هذه المسيره السلميه التي نلتزم فيها بانها ستكون مليونيه شهداء الانقلاب الدموي الغاشم، نؤكد على مطلبنا وهو عودة الشرعية لا للانقلاب.